عندما تصور الكاميرات صداقات الحيوانات يجن جنون الإنترنت. مجرد لقطة لفت الفضاء الإلكتروني. تعرفوا على أكثر الحيوانات شهرة. لا أعتقد أنه يعرف ما هو عليه. من الذي ستصبح قصته الأكثر انتشاراً؟ لقد قفزت به إلى النجومية. هذا رائع. إن هذا رائع جداً. في خاصرة جبال سيارا في كاليفورنيا، هناك مجتمع محمي يستطيع أفراده أن يرعوا كما يريدون. هنا في موطن الحيوانات، يعيش أكثر من 300 حيوان مزرعة ويقضون حياتهم براحة تامة. لقد أخذنا الحيوانات الناجية من حالات قاسية ومن الملاجئ ومن جمعية حماية الحيوان، وهذا هو مصدر غالبية حيواناتنا. ومن ضمن هذه الحيوانات المحظوظة ماعز هجين اسمه السيد جي، وصديقه المفضل حمار وزنه 450 كيلوغرام يدعى جيلي بين. عملت مع الحيوانات كل حياتي ولم أرى أبداً مثل هذا النوع من الروابط التي يتشاركها السيد جي وجيلي بين مع بعضهما. وقت النوم يكونان معاً. السيد جي وجيلي بين يرعيان طيلة النهار معاً، ينامان تحت الشمس معاً، يمضيان اليوم كله معاً. على الرغم من اختلافاتهما، فإن هذان الاثنان شكلا علاقة متينة في مواقف صعبة. كبر السيد جي وجيلي بين في بيئة ملوثة. كانت تملكهما امرأة لا تستطيع رعايتهما بشكل جيد. أمضيا عقداً من الزمن في هذه البيئة الوسخة، لذا فهما لم يمضيا وقتاً طويلاً مع البشر أو مع حيوانات أخرى. فقد صادرت السلطات المحلية السيد جي وجيلي بين، ونحن في موطن الحيوان استطعنا تقديم المأوى للسيد جي لأننا معتادون على تربية الماعز. حال وصول السيد جي، لاحظ أفراد الطاقم أن هناك شيئاً غير صحيح. أحضرنا السيد جي إلى منشأتنا مزرعة إنقاذ الحيوان، ووضعناه في حظيرة نظيفة وجميلة مع الكثير من الطعام، وفوراً بدأنا نشاهد أمراً غير صحيح. لقد كنا محتارين كثيراً من سلوكه، فقد أمضى السيد جي كل نهاره مستلقياً في زاوية حظيرته، أبى أن يأكل وبالكاد شرب الماء، ولم يتحرك من تلك الوضعية التي تدل على الوحدة أبداً. عادة لا يكون الماعز انتقائياً في الأكل، فإن رأى أي نبات سيلتهمه. إن عدم أكل السيد جي للطعام على الإطلاق لوقت طويل هو مؤشر أن هناك شيء أعمق. عندما لم يجد الأطباء البيطريون مشكلة صحية عند السيد جي، بدأت مارجي وسيارا بالبحث. لقد وصلنا بالفعل إلى السيدة التي كانت ترعاه، وسألناها إن كنا قد أغفلنا شيئاً، وقالت لنا أنها بينما كانت تحمل السيد جي للنقل إلى مأوانا، كان جيلي بين يصيح بقوة، كان غاضباً جداً ومرتبكاً جداً وخائفاً جداً من أخذ السيد جي بعيداً. لم يكن السيد جي مريضاً، كان حزيناً. في هذه المرحلة وبعد 6 أيام من عدم الأكل، أصبح خمولاً جداً ولم يعد يملك الكثير من الطاقة. كان على الفريق التصرف بسرعة وألا سيواجه السيد جي مشاكل صحية خطيرة. كان واضحاً أن السيد جي في حالة حداد، كان في حالة حزن على خسارة صديقه. خطتهم لم تشمل الثنائي، لكن كان جيلي بين على بعد مئات الكيلومترات، والوقت يمر بالنسبة للسيد جي الذي استمر برفض الطعام. متطوع موطن الحيوان جيف ماكراكن لم يضيع أي وقت. لقد ذهبت في شاحنة مع مقطورة وانطلقت فوراً في طريقي إلى جنوب كاليفورنيا. بعد رحلة 14 ساعة عاد جيف مع حمولته الثمينة. عندما وصل جيلي بين إلى ملجأ الحيوانات، بدأ أفراد الطاقم بالمراقبة. حين وصلت إلى المزرعة كان السيد جي يمد أنفه الصغير ويحركه هكذا، كان يتشمم. بدأ برفع نظره ورأى جيلي بين، وتقريباً كان يمكن قراءة تعابير وجهه وهي تقول: انظروا من هنا. لقد شفي اكتئاب الماعز. أنا كنت في حالة من عدم التصديق، كنت أعرف أنه مشتاق لصديقي، لكنني حقاً اعتقدت أن هناك شيئاً آخر يسبب عدم رغبته بالأكل. حسناً، سأخبركم، أنا لست بالشخص العاطفي، لكن وقتها أحسست بغصة في حنجرتي عندما رأيت ذلك.
وكما نرى، رفع السيد جي رأسه متشمماً الهواء. تحركت فتحتا أنفه الصغيرتان. أدرك أن جيليبين في المكان فقط من الرائحة. ثم قفز ممتلئاً بالبهجة والطاقة، وانتهى اكتئابه فقط لأن جيليبين كان معه. لمشاركة هذه القصة الرائعة، وضعت مزرعة موطن الحيوان قصة لم الشمل الحميم على الإنترنت، ولم يتوقع مطلقاً ما الذي سيحدث. مجرد لقطة لفت الفضاء الإلكتروني وحصلت على أكثر من 6 ملايين مشاهدة. شعر الكثير من الناس بانجذاب عاطفي نحوهما، فأرادوا التبرع ببعض المال. استطعنا الحصول على فيلم قصير جديد رائع من هذه اللقطة، وأصبحنا قادرين على إطعامهما حتى العام القادم. كل ذلك بسبب لطف الناس الآخرين. تابع هذان الصديقان المقربان مسيرتهما معاً. والآن بعد أن اجتمع كلاهما جيليبين والسيد جي، أعتقد أنهما في قمة السعادة. إنهما يقضيان كل أوقاتهما معاً، وأعتقد أنه لا يوجد سبب لأن يتم فصلهما مجدداً. بعد معرفتنا بعمق علاقتهما، لن نفصل بينهما أبداً. جيلي. يوماً بعد يوم بدأت شخصيتهما تظهر، مبرهنة أن الأضداد قد تنجذب إلى بعضها. السيد جي هو ماعز خجول. معظم الماعز اجتماعيون قليلاً، لكن السيد جي يفضل عزلته ووقته الخاص. لدى جيليبين شخصية جريئة جداً، إنه متسلط قليلاً ووقح قليلاً. لديه حتماً شخصية مستقلة، إن شخصية جيليبين شخصية قوية حقاً. إن مجرد مشاهدة هذه الشخصيات الفريدة تظهر هو شيء مدهش بالفعل، لأنها تميزهما كثنائي وتقوي علاقتهما، وهي تروي قصة جميلة عنهما كحيوانين مستقلين حصلا على فرصة لعيشا حياة ثانية. في النهاية لقد نجحا. السيد جي وجيليبين راضيين بمجرد أنهما معاً مجدداً. لقد أمضيا نهارهما معاً في جناح صداقتهما الصغير، وسيكونان هناك معاً لبقية العمر. إنها بداية جديدة لصداقة الحيوانات غير الاعتيادية. عندما يرى الناس السيد جي وجيليبين معاً، كما تعلمون ماعز وحمار، أعتقد أن هذا يلهمهم حقاً، لأنها علاقة غريبة بطريقة ما، فهم يأخذون البهجة منها. ثم إنها أيضاً تريهم أنه توجد كل هذه الروابط الرائعة والصداقات بين الأنواع المختلفة. بيكرسفيلد، كاليفورنيا، على بعد 160 كيلومتراً شمالي لوس أنجلوس. إنه المكان المثالي لإنشاء عائلة. هيا يا أولاد. جيرمي، اجلس هنا. روجر وإريكا تريانتيفيلو يستمتعان بفطورهما مع أولادهما، بما فيهم ابنهما البيكر جيرمي، والذي يتشارك رابطة قوية مع قريبه الآخر، أخته الكبيرة تارا، قطة العائلة. تارا! لقد بدأت عندما كنا صغاراً، وكان يتعلم الإمساك بالأشياء. كانت يداه الصغيرتان تمسكان خصلة من الفرو وتسحبها، وكانت تنظر إليه برقة وكأنها تقول: هل أنت بخير؟ هل نحن بخير؟ عاشت تارا مع إريكا وروجر منذ أن كانت قطة صغيرة. في الحقيقة فإن تارا هي من تبنتنا. كنت ألعب مع زوجي كرة القدم في الحديقة عندما ركضت نحونا تلك القطة الصغيرة وكانت مرحة. جلسنا ولعبنا معها قليلاً، وفي النهاية كان علينا العودة إلى المنزل، واعتقدنا أنها ملك لشخص ما، لكنها أصرت أن تتبعنا إلى المنزل. كل الوقت أثناء عودتنا إلى المنزل كنا ننظر إلى الخلف، وكانت كرة الفرو خلفنا بثلاثة أمتار. لم تغادر أبداً، جلست على عتبة بابنا تنتظر السماح بالدخول. لم يستطع روجر وإريكا إيجاد مالك تارا، لذا قررا تبنيها. امتدت رابطة تارا مع العائلة إلى ابنهما البيكر جيرمي منذ اليوم الذي ولد فيه. حين جلبنا جيرمي إلى المنزل كانت فضولية جداً حول هذا الشيء، من يكون ولماذا أحضرناه؟ منذ ذلك الوقت طورت رابطة قوية معه. أعتقد أنني أدركت أنه يوجد رابطة خاصة بينهما عندما كنت أرضعه. كانت تزحف وتجلس معنا لتتأكد أنه بخير.
كانت تارا تنام معه في السرير. كان ذلك يخيفنا في البداية، ولقد طردناها منه عدة مرات، لكنها كانت مصرة على ذلك، وأصبح لا يمكن فصلهما تقريباً. رابطة تارا بجيرمي كانت فورية، اعتبرته جزءاً من عائلتها كما لو كان ابنها الصغير. كانت دائماً بجواره تراقبه وهو يلعب، وإذا بكى تتحفز. هنا يا تارا. لديهما رابطة متينة الآن. عندما بدأ بالذهاب إلى المدرسة كانت تتبعنا إلى الخارج حتى الحافلة لتطمئن أنه ركب وهو بخير، ثم تتأكد من عودته. في 13 من مايو عام 2014 وضعت علاقة تارا وجيرمي المتينة تحت الاختبار. كان جيرمي قد نزل من الحافلة وقرر أنه يريد اللعب على دراجة أخيه في الجوار في الخارج وضمن نطاق رؤية الكاميرا. في الحقيقة كنت أسقي الحديقة هناك تماماً، وكل شيء كان يحدث تقريباً على يساري. لم أسمع أي صوت من الكلب، بل سمعت ابني يصرخ. فجأة في الباحة الأمامية عندما استدرت إلى الخلف رأيت الكلب وركضت. خلال لحظات اندفع بطل غير متوقع إلى موقع الحدث. بينما كنت أركض ضربت القطة جسدها بعنف على الكلب. لا أعتقد أن الكلب عرف ما الذي ضربه، وأنا أيضاً لم أعرف ما الذي ضربه في تلك اللحظة. ضربته تارا بجسدها بعنف، توقفت ثم نظرت إلى الخلف ثم انطلقت خلفه مجدداً. نعم، لحقته بكل قوتها. لا يستطيع أحد العبث مع أخيها، لقد أنقذت حياة ابني. في النهاية احتاج جيرمي إلى 10 غرزات ليغلق جرحه. أشعر أنني سأبكي حين أفكر ما الذي كان سيحصل لو لم تكن تارا هناك. في كل مرة أشاهد الفيديو أتألم، فأنا صراحة لا أعرف كيف كنت سأخلصه بنفسي. إنه مرعب بالفعل، أنا لا أحب أن أتذكر هذا أبداً. تارا هي حقاً قطة مذهلة. عندما دافعت عن جيرمي ربما كانت تتصرف بطريقة دفاعية، ربما كانت تتدخل لتحمي منطقتها. بغض النظر، فقد رأته كفرداً من عائلتها ولم تكن لتسمح له أن يتأذى. في الصباح الذي تلا الهجوم نشر روجر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصعق بالتفاعل معه. كنت مندهشاً تماماً، لقد انتشر بسرعة منذ ذلك الوقت. كنت أتلقى اتصالات من كل أصدقائي، لا أستطيع تصديق هذا، الفيديو الخاص بك على كل مواقع الإنترنت. حصل الفيديو الأصلي على 23 مليون مشاهدة. كان هناك أكثر من 2700 فيديو مقتطع منه، وضعه الناس على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وقد حصل ربما على ما بين 50 و80 مليون مشاهدة. رد فعل الناس على بطولة تارا حولها إلى قطة مشهورة تماماً. لقد اعترف مجلس الشيوخ بتارا كبطلة، وكذلك لجنة المشرفين، وحددت يوم 3 يونيو ليصبح يوم القطة البطلة تارا. كان هذا جنونياً حتماً، لكن تارا من جهتها فقد استحقته بالفعل. بينما تتمشى العائلة في الجوار تذهب معهم تارا ويبدأ معجبوها بتحيتها. تلك هي القطة البطلة التي أنقذت جيرمي. ضربت تلك القطة الكلب بشدة. أتمنى لو كان لدي قطة بطلة. على الرغم من كل الاهتمام الذي تلقوه بالنسبة إلى روجر وإريكا، فإن الرابطة بين جيرمي وتارا هي الأهم. هل أستطيع الصعود إلى هنا؟ لا، أعتقد أن هذا خطير. هنا يا تارا، أعتقد أنها تستطيع التغلب على التماسيح وأسماك القرش. من السهل رؤية طبيعة تارا الدفاعية لحماية أخيها الصغير. هل ستقفز تارا؟ لا، إنها فقط تراقب. نعم، إنها ترى شيئاً ما الآن. تستطيع سماع الأولاد يصيحون في الخارج وهي تتحفز نوعاً ما وتنظر، وهذا رد فعل نموذجي منها حين يلعبون في الخارج. هي دفاعية جداً بالنسبة إلى قطة، تقريباً هي تملك غريزة أمومة تجاههم. تارا قطة فريدة من نوعها، إنها مثل الأم، إنها جريئة ودفاعية عندما يستلزم الأمر، لكنها تستطيع أن تكون راعية مهتمة كما يبدو. هل تستطيع إخباري عن تارا؟ نعم، إن تارا هي بطلتي،
تارا هي بطلتك؟ يا للروعة، هذا لطيف. ما الذي فعلته؟ حسناً، لقد قامت بإنقاذي. ما الذي أنقذتك منه؟ من كلب شرير. هل تشعر بتحسن الآن؟ أنا سعيدة أنك تشعر بتحسن. هل تحبها؟ كثيراً. أوه، شكراً. لا أعتقد أنه يوجد كلمة أو طريقة كافية يمكننا فيها شكر تارا بشكل كاف. أعني، أطفالك هم حياتك، تهتم بهم، تحبهم، تلعب معهم، وأن تكون قطتك تحبهم وتخاطر بحياتها من أجلهم هو شيء مذهل، ولا يوجد شيء كاف أبداً لأستطيع شكرها على ما فعلت. بيلينغهام واشنطن، تشارلي كانترل وريتشل واغنر يلعبان مع كلبتهما ليلي. لنذهب لرؤية عيني، هيا. في الخارج، صديق ليلي المقرب متحمس للانضمام إلى المرح. حسناً. إنه حصان قزم يدعى أينشتاين. يا للهول، أينشتاين! أيها الصغير، يا صغيري. حياة أينشتاين وليلي معاً مليئة بالسعادة والمرح والأوقات الجميلة. هما لا ينفصلان تقريباً في أي مكان يكون أينشتاين. دائماً تريد ليلي أن تكون معه، لا يحب أن يكون وحده أبداً. أينشتاين وليلي صديقان منذ أن ولد المهر منذ 5 سنوات. أخبرتنا صديقتنا أنها قامت بتوليد أصغر مهر رأته على الإطلاق. كان لونه أسود وأبيض وعيناه زرقاوان. لقد أبهرني بالفعل. كان هناك شيء مميز في هذا الحصان حديث الولادة. عندما ولد أينشتاين كان يزن 27 كيلوغراماً فقط. هذا نحو ربع الوزن النظامي وثلثي الطول بالنسبة إلى مهر حصان قزم. كان أينشتاين صغيراً جداً ليوضع مع باقي الأمهار، لذا فقد بقي مع أمه بينما كانت صديقته المقربة الجديدة تطمئن أنه بخير. التقى أينشتاين بليلي في اليوم الذي ولد فيه. كانت ليلي تنظر إليه من خلال قضبان الحظيرة، وبسبب القضبان لم تستطع الاقتراب منه. كان صغيراً جداً وضعيفاً جداً. ربما مضى أسبوع أو أكثر من أسبوع قبل أن تتمكن ليلي من الاقتراب منه كفاية لتمنحه قبلته الأولى. وبعد أن أعطته هذه القبلة الأولى، عندها أصبحا مرتبطين إلى الأبد. كان هناك رابطة بين ليلي وأينشتاين منذ البداية. أسر أينشتاين قلب ليلي واهتمام العالم عندما نشرت شارلي فيديو عن هذا الحصان الصغير على الإنترنت. حصل على ملايين المشاهدات حول العالم. لقد قفزت به إلى النجومية، هذا رائع. ثم حصل تتابع صادم من الأحداث. أينشتاين! الحجم الصغير للحصان القزم أينشتاين أكسبه الشهرة، لكن بعدها حصلت مأساة. خرجنا إلى الحظيرة في ذلك الصباح لنلعب معه، ولكنه لم يستطع الوقوف. كانت أمه أماً لأول مرة، لم تحظى بمهر من قبل. داست عليه من غير قصد وآذت رقبته. الرقبة القوية تبقي الحصان متوازناً. مع هذه الإصابة الشديدة كانت فرصة شفائه ضعيفة. وضعنا أينشتاين المصاب وأمه في الشاحنة، وبعدها توجهنا إلى جامعة كورنيل. دخل المختصون إلى مجلس الإدارة وأخبرونا أن احتمالات شفائه ليست جيدة. كانت فرص شفائه ضعيفة كحبس البرق في زجاجة. فرصة عيشه ضعيفة جداً. خلال هذه العملية، هذا إن استطعنا إخضاعه لها. الفرصة الوحيدة لنجاته كانت عملية خطيرة تستغرق 5 ساعات. لقد وضعوا 12 برغياً ودبوساً في رقبة أينشتاين.
ونحن فقط أمسكنا أيدينا وبكينا وانتظرنا، وفي الصباح التالي كان يقف مجدداً. إنه أمر مذهل. بعد شهرين تعافى أينشتاين تماماً وأصبح بإمكانه أن ينضم إلى صديقته المقربة مجدداً. التم شمل أينشتاين مع ليلي، حقاً كان شيئاً جميلاً بالنسبة إلى هذين الصديقين أن يريا بعضهما مجدداً. وبعد 5 سنوات هذان الصديقان غير الاعتياديان ما زالا معاً. بقيت ليلي إلى جانب أينشتاين حتى عند تجهيزه وتنظيفه اليومي. لدى أينشتاين أحذية التنس الصغيرة والتي نلبسه إياها عندما ندخله إلى أي أرضية زلقة، لأن حوافره ملساء للغاية. دعنا ننظفك بالكامل. أصبح أينشتاين بطول 60 سنتيمتراً أصغر حصان في العالم، وهو تقريباً أقصر من طفل صغير عادي، وهو الطول المثالي بالنسبة إلى ليلي. أينشتاين وليلي مقربان جداً، إنهما مقربان أكثر مما يمكن أن يكونه كلب وحصان، وهذا جزئياً يعود إلى حجميهما. هيا يا صديقي. إنهما متقاربان في الحجم بالنسبة إلى معدل حجم كلب وحصان. أينشتاين أصغر 10 مرات من الحصان العادي، وهو في الحقيقة أصغر من الحصان القزم، لذا فهو حصان قزم صغير. نظيفان ومنتعشان، أصبح هذا الثنائي جاهزاً لرحلة في الحقل. حسناً، نحن جاهزون. هل أنت مستعدة ليلي؟ حسناً، هيا بنا. شهرة أينشتاين وصداقة هذه الحيوانات المحبة خلقت قاعدة معجبين قوية. أينشتاين، أنت لن تقود السيارة. تقريباً كل 2 أو 3 أسابيع نأخذ ليلي وأينشتاين إلى مكتب بريد محلي ونستلم رسائل معجبيهما. لقد عرف الكثير من الناس أينشتاين منذ ولادته، وقد أحب أن يروه سعيداً، وليلي هي من تجعله سعيداً. هيا يا حلوتي، هيا. هيا يا أينشتاين، هيا لنرى إن كان لديك أي رسائل. مرحباً. أهلاً. أريد أن أستلم البريد. أينشتاين، هل لدينا أي رسائل؟ هل أستطيع لمسهما؟ بالطبع. أينما ذهب هذا الثنائي غير الاعتيادي فهما يلفتان الأنظار. أعجبني هذا الحذاء. عندما نكون في الخارج ونلتقي مع الناس ومعنا أينشتاين وليلي، دائما يندهشون. مهر بهذا الحجم؟ أنا لست متأكدا. ها نحن، هذا رائع. يا للروعة. أينشتاين، نعم يا صديقي، لديك بعض البريد. يا للروعة. هذه الرسالة إلى أينشتاين. المعذرة ليلي. هذه الرسالة لأينشتاين. رؤية حصان وكلب معاً هو أمر غير اعتيادي. هل يوجد حلويات؟ ممتعان جداً، ومرحب بهما في أي وقت. دعونا نفتح الكبيرة أولاً. إنها لكم، يا للروعة. انظروا، انظروا إلى هذا. هيا هيا. يا لها من رحلة بالنسبة إلى هذين الصديقين غير الاعتياديين اللذين تخطيا كل العقبات معا. صداقة أينشتاين وليلي ملهمة فعلا. سوف يستمران بعيش حياة ممتعة وسعيدة معا كصديقين مقربين. في كنال فولتون في أوهايو، تعتني ميلان بيوتيرا وزوجها ستيف هيثمان بأولادهما في بيت العائلة. أنا أقطع لديلي بعض البطيخ. أحدهم على وجه الخصوص له مكانة خاصة في قلبيهما ومنزلهما، غزالتهما الأليفة ديلي. مرحبا ديلي. عاشت ديلي مع ستيف وميلان طيلة حياتها. نعم، هي تحب ذلك. ديلي هي ابنتنا، وهي فرد من عائلتنا منذ 10 سنوات. عندما جلبناها في البداية إلى المنزل من المستشفى، خطت 2 خطوات خارج الباب وسقطت في باقة من أزهار النرجس، فدعوناها ديلي. ميلان وهي طبيبة بيطرية استلمت ديلي عندما كانت ظبياً حديث الولادة.
كنت أدير عيادة إسعافية عندما جلبها لي مزارع في الساعة 3 فجراً. كانت توشك على الموت وقال لي إنني أستطيع الاحتفاظ بها إن عالجتها على نفقتي الخاصة. وضعنا لها سيروماً وريدياً، وفي النهاية جلبتها معي إلى المنزل وأصبحت فرداً من العائلة. لكن ستيف وميلان اكتشفا أن هذه الغزالة ستحتاج إلى الكثير من المساعدة. عندما أحضر المزارع ديلي أخبرني أنها ولدت عمياء. كان لديها إعدام في عدسة العين في كلتا العينين. كلما كبرت وكبرت عيناها يأخذ الإعدام مساحة أقل في العين وتصبح قادرة على الرؤية قليلاً في ضوء النهار، لكن في المساء تصبح رؤيتها ضعيفة جداً. ماذا تسمعين يا ديل؟ بالنسبة إلى ميلاني كانت ديلي مصدر قوة في الأوقات الصعبة. في شهر يونيو عام 2012 أنا تم تشخيصي بسرطان الرحم وخضعت للجراحة والعلاج بالأشعة. في شهر ديسمبر من عام 2012 أخبرني الطبيب الجراح أن السرطان انتشر في كل مكان. أمدت ديلي ميلاني بالأمل الذي كانت تحتاجه. عدت إلى قصة عن ديلي، كنت قد بدأت بكتابتها وأدركت ما مدى التأثير الذي أثرته في حياتي. وبينما كنت أكتب الكتاب عن ديلي منذ تلك الليلة حتى أنهيتها بعد شهر، تغيرت نظرتي إلى الأمور بشكل كامل. عندما رأيت تأثيرها أعادت الأمل إلي. لقد أنقذت حياتي لأنها أعادت إلي الأمل. وبعد تغلب ميلاني على مرض السرطان بفترة قصيرة، فقدوا فرداً عزيزاً على العائلة وصديقة ديلي المقربة كلبتهم ليدي. ديلي تعلم تماماً أين نحن ذاهبون، أليس كذلك؟ هنا حيث دفننا ليدي، هنا تماماً. ديلي، عندما أحضرنا ديلي إلى المنزل عام 2004 تصرفت ليدي كلبتنا وكأنها والدتها. كانتا مرتبطتين بشكل كبير. عندما رحلت ليدي الصيف الماضي ودفناها في الحديقة، خرجت ديلي ووقفت على قبرها لأربع ساعات متواصلة. هذا فطر قلوبنا. أيتها المسكينة ليدي. وجود ويلي قد ساعد. نعم. احتاج ستيف وميلاني لإيجاد طريقة لملء الفراغ عند ديلي. عندما جاءت ويلي لأول مرة إلى منزلنا، كنت فعلاً آمل أن تعتقد ديلي أنها ليدي كلبتنا السابقة، وعندها سوف تتآلف معها فوراً. اعتقدنا ذلك لأن رؤية ديلي ليست جيدة. ربما لا تعتقد أنها ليدي، ربما لأنها تظن هذا النوع المحدد من الكلاب أنه صديق. لم تصدق ديلي ذلك في البداية. عندما علقت لويلي الشريط على ياقتها، سمعت ديلي رنة مألوفة. عندها بدأت التصرف معها وكأنها ليدي، لذا ومنذ ذلك اليوم تآلفتا معا بشكل رائع. لحسن الحظ استطاعت ديلي أن تتآلف مع ويلي كما كانت مع ليدي. يبدو أن ديلي وويلي تستمتعان بصحبة أحدهما للآخر. إنهما تطاردان بعضهما، تستلقيان في الفراش معاً، وهي مرتاحة جداً مع ويلي لأنها تظنها ليدي. لا توجد طريقة لمعرفة إن كانت ديلي تعتقد أن ويلي هي ليدي، لكن بما أنه يبدو مثلها، ربما من الأسهل لديلي أن تتآلف معه. في الحديقة تحب ديلي أن تلعب في الأرجاء وخاصة مع ويلي. لا تحب الغزلان الكلاب. هناك الكثير من الأشياء التي لا تحبها الغزلان، لأن كل شيء يلاحقها كل الوقت، من الذئاب إلى الكلاب إلى الصيادين والسيارات وكل شيء. ومن غير الاعتيادي أن يصبح كلب وغزال صديقين مقربين. الغزلان مثل ديلي هم من أنواع الفرائس، عادة يكونون مذعورين ومترددين بالقرب من الكلاب والإنسان. الغريب والفريد أن ديلي استطاعت أن تعتبر البشر والكلب كعائلتها. يعيش الغزال المأسور لمدة 14 عاماً، لذا ففي عمر 10 بدأ نشاط ديلي بالتراجع. كانت تستطيع الضرب برجليها إلى الأعلى بهذا الارتفاع، لكنها تكبر بالعمر، لذا الآن لن تقوم بهذا، لكنه أمر ممتع هي تستمتع به. وجود غزالة كشريكة في المنزل يتطلب الكثير من العمل. ستأخذين قبعتي؟ لقد حصلت عليها. بالتأكيد فإن ديلي هي المسيطرة في المنزل. مرحبا ديل، أتريدين شيئا؟
قد أفعل أي شيء بمقدوري من أجل ديلي. حسناً، أعتقد أنها أرادت المعكرونة. نعم، لقد أرادت المعكرونة. لا شك أن ديلي هي نجمة هذا المنزل، وهي محبوبة في كل العالم. هذه هي كاميرا الإنترنت الخاصة بديلي. هناك أناس من كافة أنحاء العالم يشاهدونها عبر هذه الكاميرا. لديها معجبون من القارات الخمس. هذا مذهل. يستمع الناس إلى ديلي ويشاهدونها. مرة وصلتنا رسالة من محطة الفضاء الدولية. أعتقد أنهم يشاهدون ديلي. غرفة نوم ديلي مزينة بهدايا المعجبين. كل ألعاب الحيوانات المحشوة هذه مرسلة إليها من أصدقاء ومعجبين. هذه صورة الماعز كيني، صديقها الذي تعرفت به على الإنترنت. ظهرت في برنامج أندرسون كوبر، وقد أرسلوا معنا هذا الغطاء الصوفي. والآن وجبة أخيرة. لا شيء مثل البطيخ، أليس كذلك؟ تستمتع ديلي بكل الأشياء غير الاعتيادية، وهي فضولية جداً بشأن أنواع الطعام المختلفة. طبعاً لا تستطيع تناول أي شيء، لكنها تستمتع بالحلوى. ثم تستلقي كل من ديلي وويلي من أجل قصة ما قبل النوم. هل أنتما جاهزتين لقصة ما قبل النوم؟ إنها قصة عن ديلي، وكيف جاءت إلينا، وكيف أصبحت مشهورة، وكيف غيرت حياتنا. بينما كنت أكتب الكتاب استعدت الأمل. كتب الناس لي من إنجلترا وأستراليا وروسيا. راسلني طلاب مدرسة في كوريا الجنوبية. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كل الأشياء المميزة حدثت فقط بسبب هذه الغزالة الصغيرة، والتي لو كانت ماتت وعمرها 3 أيام لم يكن أحد ليلاحظ ذلك. لكن حياة كل كائن لها تأثيراً، وكل حياة هي هدية. أنت رائعة، شكراً لك.